ايوه، ما انا قلت لك احيانا الوالد يعود الينا وعليه علامات الايش الحرب، احيانا اصابه في الجنب، احيانا خشم عنده اصابه هنا في معركه جاجي. كان ذاك الوقت هذه المعركه كانت من اواخر المعارك، وكانت هي الفاصل بين النصر وبين الانهزام. يعني كانت إذا انتصر الروس في هذه المعركة يعني كان خلاص انتهت، هيأخذوا كل شيء. لكن بفضل الله يعني كان النصر حليف الوالد والمجاهدين، فكان الروس مستميتين على أخذ هذه المنطقة بالتحديد، يعني بكل ما أوتوا من قوة، حشدوا الآلاف والدبابات والمدرعات والطيران والمدافع والجيوش، وبدأوا يقصفوا قصف مستمر على مدار الساعة. يعني تخيل أنت جالس في مكان الجبال وكذا، والقصف عليك مش ساعة واثنين يوقف، ثلاثة أيام يوقف، بعدين ربع ساعة نص ساعة، بعدين ثلاثة أيام يوقف نص ساعة ساعتين. تخيل مستمر. يعني عاينوا هذا الأمر سبحان الله يعني بشكل عجيب، يعني سبحان الله. ففي هذه المعركة الوالد أصيب، سقط عليه السقف حق الخندق وطاح عليه خشب، جاء في خشمه هنا وأصيب هنا في جنبه. فجاء بعد ما خلص المعركة رجع الوالد، فشفته نايم على الأرض وكذا، فشافني ناداني قال لي تعال سلم علي وكذا. هذا ما أذكر يعني من الإصابات يعني.